السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين. في فيديو اليوم سأقوم بشرح موقع بوست مينيا الذي يرسل لنا 20,000 عملة مجانية إلى حسابنا على التيك توك. الطريقة شغالة على كل أجهزة الموبايل وأيضا على أجهزة الحاسوب. قبل أن نباشر في الشرح اضغطوا على زر الاشتراك لكي يصلكم كل جديد بخصوص اللعبة، ولا تنسوا تفعيل الجرس. كما ترون معي في الشاشة هذا حساب جديد أنشأته لكي أجرب عليه الموقع. سوف أضغط على البالانس لكي نتأكد، وكما ترون الحساب ليس فيه أي عملات. تابعوا معي الطريقة لشحنه. أولا نقوم بفتح المتصفح الخاص بنا سواء كان كروم أو سفاري أو أي متصفح لا يهم. بعد أن فتحنا المتصفح نقوم بكتابة عنوان الموقع postmania.com. بعد أن يتحمل الموقع نقوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بنا، ثم نختار 20,000 ونضغط على استمرار. هنا يقوم النظام بتحضير العملات التي طلبناها. في الخطوة السابقة جربت هذه الطريقة على عدة حسابات والموارد شرعية وليس فيها أي خطر على حساب. بعد أن قام النظام بتحضير الموارد طلب منا أن نقوم بالتحقق من أننا إنسان ولسنا روبوت. نضغط على زر التحقق. هذه هي عملية التحقق، يجب علينا إكمال مهمتين من القائمة. العروض تختلف حسب البلد، فلا تقلقوا إن ظهرت لكم عروض مختلفة، فقط اختاروا أي عرضين وأكملوا ما طلب منكم. العرض الأول الذي اخترته طلب مني إدخال رقم هاتفي، سأقوم بإدخاله ثم أضغط على زر الاستمرار. سننتظر قليلا حيث سيصلني الكود في رسالة قصيرة. هذا هو الكود، سأقوم بكتابته ثم سأضغط على زر التأكيد. بعدها مباشرة سأختار عرض ثاني وأقوم بإكماله. هذا العرض أيضا طلب مني إدخال رقم هاتفي، سأقوم بإعادة كتابة رقم هاتفي ثم أضغط على زر الاستمرار. ننتظر الرمز السري. وصلنا الرمز، سنقوم بكتابته ثم نضغط على زر التأكيد. وكما ترون تمت عملية التحقق بنجاح. بدأ الموقع بإرسال الموارد التي طلبناها. سنقوم بفتح التطبيق لنتأكد. وكما ترون أعزائي المشاهدين بدأ موقع بوست مينيا في إرسال الموارد التي طلبناها بسرعة البرق. هنا تمت عملية الشحن بنجاح ووصلتني الكمية التي طلبتها كاملة، الحمد لله. هذه الطريقة التي تعمل بسرعة وسهولة قمت بشرحها لكم بالمجان. كل ما أطلبه منكم هو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.